بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سلطح الشيخ رحمه الله تعالى شجين قائلا: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: لا مزد يشغلر بوخ تولد عزك التاق دي شغلر بوخ دليل اشتا توحيدا تفسير خقيت واشتل تيشلدو الله آيت الله قرآن جعبو: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. تارد إدلان داتر الله ان عبادة دربية تندو أحشين دين تأنديش حنيف شأبولش لا مزديش زكت توقش إدو بقدل دين حنيف شأبولش أتآيت عدين دل إحنيفة إدواش حنيف شأبولش ملو إحنيفة ويد عدغن دل درش كحغدرة حنيفو شركة دعقاس تل تنع بقدو عجينو ألك إشتا الله الله كبيرزنك الله توحيد قوش دينك توحيد قوبل دينك إيو حنيف سولت إحا شيخ بوخ. ودليل الصيام قوله تعالى: مارخ قابر إقاب ديزر تن دليل هدو الله دوش الله دش نشدو الله قميل وقويت إذا الله قرآن جعبو: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هاي الله إيمان دلناخ مار قابر تدلن شن حلخر چان تدلن مخلر قير شخل مكشو يا قير مكشو إدش نشاء لعلكم تتقون قير مك يا قير مكشو إدش نشاء لعلكم تتقون قير مجرشو بوشتو إدش نشاء تسوى قويتوين عبادة دي أل تشوت يح إدش نش دارة يهوب عندو تسوين قويتا كويرت عالشو وي عبادة تر وي لامزر وي مارخابر هو عالشو يتسن كويرت إذا لعلكم تتقون إدش نشو قعدوقي قير مجرقشو وين عالشو هو ديلا قيرر وي لامز هندشتو مارخون قوبشتو اي مارخ قابر وين هو عالشو يوتن كويرت عالشو هو وي ديلا قيرر سو دالر تولت احقي اتآت وين خالو الله هو وين مارخ تدلن خلر اشتا الله وين خان بنا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم شن الله مار خبر ديلن شن حل خلچان ايما ديلر وين حل دايغن يول امته شكاتان الله مار خبر ديلن خلا اذا خلا وين تنين ديلن خل داتي تو علمنا ما الله ري اه دوين وين تنين ديلن دو حر وين ديلن داتي مار وين حل خلجا امه شتاغ خلا اتار قبنا امار دلاها وين تير مار مو قبا تخلو تايت تير مار قبر وين مار قبر سن خليت يا الجا تخلا تير خير جا خي جا خلا وي الله ودق قن خيتا بنا عبادك اه ترتاح سلطها ديلخ قيرر إيلر قوي كورت عال شويو تاق تاتسو وين دوق خزو وين ديلخ قير ها الله تس إيمان ديلنا ديلخ قير هاي ناق ديلخ قير أول شو إدوش خزو وين ديلخ حاتون إيك قوار جير إي ديلخ قيرر خبوغ دوت يمو قير ويستي حسو ديلخ إلجا عيلنا خبوغ تقوى إي ديلخ قيرر عمو خلشو أحيني الله هن يغزلون يقع الله عازبا يقع ها تعدوح الله هوتير تعالج تعبرقراد هوتير حيني الله عازب أن يقي الله يوزن أن يقي تبرقرات أخواتي تبرقرات أعلغرة إدو عن ديلخ قيرر ديل عازب أخو قيرر إشت قير يشو عن ديلخ عقين واش دي ترس ما سأل الله تولت إحاب شيخ بوغ. ودليل الحج قوله تعالى: حج دديزر الله هم قميل ونقويت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الله أن حلخ حجد ديقري لعبناخ نجح تير انتقاج نوقع ويش نتقبلح نجح سن نجح تعمو كرسنا ودح ومن كفر كفر ودح كرسنا ودح الله عالمشك حشتي وات الله تعنى أول حاشت وقت أتعال مشك أتآت يا عب
وين خالو الله وين حاجة تدي لن خلر تلتع وين خالو وما من يستطاع إليه سبيلا إنيت قوتشوك تنتي عدوئي دع نيت قوتشوك مو علمنا هو الله دو حرا إذ شي با خمساني أخش ثاني شي تروخ ليشوتن إحاج ده حانا وديقان أخش ليش دقيقي تلتها مكش الله خليستن إيش إحاج تيك دعوة إيش هادول إحاج تيك دعوة إيش هادول عبادة تيك عادة ديشتا مكش الله خليشوتن إيش إيه حتان قوتش حون تيح دع تتوهج جينا تتوهج إحاج در حون تيك تدوشتو ويتات عادة تدوى وين يقعها قنو قنول قنو هر تاتسوم هر چق دیاخش وش چق دیاخش باش دعتی ادعتی هتر ایل نمیکش دهت زیلا حرام دو ایل تون دیل حتا ایشی هم قوش قیتی تر ویو ح مکش لیو ح حوغ ویشو احج دادیش توی حجی ملا ح حوج سیرشن لی تول دیها نگاه سنت شی نقطع دهت ایل نهوا ایل تو حقیع حبا خمسانی ح باخم ثاني حتروى يلاح دلاح مكشا لياتها قيتشن تعوغت بيزا عيلا عيلا نخاين مهتن دلاح مكشا لياتها نتبوعي قانو باخم باتها اخش داتح تيقوغ حاجدا حونت اهداتي اخش دوح يقع تروى يقع يحاجدا دلاح مكشا لات حووغي شول شوات حو اشتن ارو يلا اتميتا قيتشن تا وكالوية حين مهتن حاج دا وغيت بيز أحاي أخشنا تولت إحا شيخ هيثم سرحان حفظه الله شي شرحان قاح بوغ حلغر ها توب شيخ بوغ ركن ثاني حلغر ركن ويحغرق إذا أركان الإسلام وي تن شولو داق دورة أروكي حلغر داق شهادة تر لا إله إلا الله محمد رسول الله تيشل دردر الله تعورت شي عبادة نقاح تلتها بايمر باقورت تيشل دردر تير تفسير الله لا إله إلا الله تفسير ديتر ويتلتها تفسير أن محمد رسول الله تن تفسير ديتر وأتشيني شهادة تفسير در ويدعيون درس نقاح حقا شول ركن هويو إذا لا مصدر دو ركن إسلامي شولو ركن لا مصدر دو الصلاة بو شيخ لا مصدر وهي التعبد لله بأفعال وأقوال مبتدئة بتكبير ومختتمة بالتسليم وهي عمود الدين وقد فرضت من الله مباشرة على نبيه صلى الله عليه وسلم وذلك حين عرج به إلى السماء شولو بوغن إذا الله عندشت العبادة شاديش دول بيلغل ينش كيبع بيلغل دينش ديش نشتاني تكبيرن دير دع دولوش دو إز الله أكبر آلرت تسليمان چق دولي دير دوش دو إز السلام عليكم آلرت لا تلتع بو شيخ ولامز دينن غار توريون إذا أبوريو ورسي ما تايلش لقسي لعوال الله وين بايغمرنا صلى الله عليه وسلم تدلن دو إلامز استيقل حلق ويحقن استيقل حل ويقن اتون تدلر اتوا قويتوان اتون اتلام وزي سيلل ادوكالر ادزخلر كدع دول عملش دال او دنيا انشو ابايمر لاتيحا اولش تيلان اتون تدلان دوتون كدع دول عملش واجب دينا اتون دلع الام وزي الله استيقل حل ويقشن عوات حديش كاها ايش كاها وين مخائر الله ابايمر الله ابايمر استيقل حل ويقن ابايمرك خمي الله دينا لا مستيقاح تيق ديلان بايمران صلى الله عليه وسلم تو قويت واني لا مستيز اتن دوزل اتلا مزي تولت احا ركن الثالث الزكاة قولوغ ركن اذا زكاة تلردو زكاة تحقر ايردوتنغ لغة هي الانماء والتطهير مت معني إذا صودة قردو يتأن ولرأدو وهي نوعان زكاة بدن وزكاة مال يخشيخ وبو إشين تايبان خول ديغت دو أقشتو زكتي يوحيباخم دير دو أقشتو زكتي
سولت وي اي اوقع اللغه تاني يقصد شرعا غاي شيء ابرديليني لق يا لقوي ونيج ديش نش لغه غا بوكو دو اي بايمر صلى الله عليه وسلم تنلي تن جبريل دوس لي تول حلا ايديش نش عربو شنو قع خلا اي تنديلا اي ترمي انا شخلا تير اذا وين خيج ذكرلو اما وين كرت يشتغى اصطلاح شرعا تو استن مي عن شرعا غاتن دول مي عن دوين اتن اتصالة زكاة حج تين امنا شريعتك تير يشتل مي عن دوين يشتين دل وين لوشتك دل لغة غاها دل دوي خيش ذكر دوي تلتع ركن الرابع الركن الرابع الصيام مار قابر دي لغة ركنها ركن يلرو اسلام دي لغة ركنها مار قابر دو لغة هو الامساك عندي إلى بوغة ما مارخة برضو مهت معنعها إذا يخت وخر بوغة دو تسوني معنى يخت وخر يخ يخ قيتر مسألة إشت آل ميجز شرعا هو التعبد لله بالإمساك عن المفطرات مع نية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس والصيام من أفضل أنواع العبادات لاجتماع أنواع الصبر الثلاثة فيه ومن عظيم شأنه أن الله سبحانه وتعالى نسب إلى نفسه جزاء الصائم شيخ بو شرعا قاعدتون معنا دوت حقدو شيخ إذا الله عبادة تردو يدوخ واش ميلدل هم ناش يخوى الارتان يحائل عبادة دوغ دي شوم ناش عقدنق اتميلدل هم يخوى ليز علامة مارخ دوغ دي اشتل هم شاق تولت عم مالخ ساقيات شا يتشبوز لي اتميت اخانو عاتيق نية تأخل ليزع نية دوچ عمار قوبل دي اشتات نية دوچ تعمو فجر تير مغرب مال مركز زامز دي قاش شلسي امسا يوش مارخ دو دي اشتال مصو هما يوخ قاش تون قوبل مارخ قول اشتات نية تاني خل ات زامن شو فجر تول دي مغرب مالخ جبوش زامن شو ات يوخ قاخل اشتو از مارخ حخيلر تول دي اشيخو بو مارخ قابر اوگر دیک چو عبادت اشکا تعدو شین چوح قا کیبر صوبر گولدین دو چو قا کیبر صوبر وید عدغن درسی حق دیره صوبر قا دیق دیق لئل حلور ازا الله وحین امر دین دول هما اقوچ در اتتیع صوبر یخلحو حین دالت دیلون دول همش تول دیعب دال حين حارم دول همش تليل در قتلت در اتدع صوبر خليز ويوخ قولوغ كيب قولوغ صوبر إذا دال حين تعيتين دول بال نشخلون شاء اتدع صوبر خلات عمار قوبشان دال حون أمر دين دو إمار حلغر حلغر فيديو هون إز مارخ قوبل مارخ قوبع شولغ دال حون تعت صومش تمك دينك حارم دينك حمارغ دولش بقاح اتتاح صوبر دوح يأمتا يوش قيقي مارغ دوه ديشتل همش اتمهتاحون تميك قيدا شو شيء وجه كيه بقولها صوبر قولوغ خلو يقون تعوه تلوش مارغ قابر يخلو اح حيوك شا يخلو اح تتاح صوبر يخلو قوي ات صوبر تاني ميل خولي قوي كيه با ات صوبر حيوك اخول شو انتون ديل انديز دورشتو مارغ صوتها işte iz dezhiler ohu goyt Allah tun marh qabar yol yel şiyin di ayitan xiler del şehir şiyel dur butun biqam el tult ha ruknul khamis el hac qiyol rukna iz hac derdu lugatan huwa el qasd bu şeyhu mat ma'naha iz ta'al şu yu معا لغة شرعا هو التعبد لله بأداء المناسك وفق ما جاء في السنة المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا شرعة معنى هدو الله عن عبادة دردو إذ قاستن تعكيب تاني إكيب موخل شو بايمرا صلى الله عليه وسلم سنة يح حمدار إتكيب تاني عبادة دوز وين بايمر رسول الله عليه وسلم إحاج دعدو در إتشاق دالر تاني بايمر رسول الله عليه وسلم إحاج ديشة تون صحاب شتون تاني حاج دينا إتو إحاج مولينا تار وين حاقا أجتنا تلت يا شيخ وبا وهو فرض على كل مسلم في العمر مرة واحدة إذا هور بوصل دغن فرض دويز تيح دويز شاويخ جزاما تعوز
și e dăherea țau sudice țum tir dolștuis. Cot e ahăr dăc ceq deilă, Allahu alem, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Muhammadin wa ala